السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناتكم محتوى هادف. في هذا الفيديو سنتحدث عن التقويم التربوي. يحتل التقويم التربوي مكانة مركزية في العملية التعليمية التعلمية، فهو يغطي كل مراحلها، وتتنوع أشكاله حسب الوضعيات التربوية والمراحل التعليمية، تشخيصي، تكويني، إجمالي. هناك خلط بين كلمتي التقويم والتقييم، فحينما نتحدث عن التقويم فهو الأكثر استعمالاً وانتشاراً بين الناس، فهي تعني تعديل أو تصحيح ما اعوج من الشيء. أما التقييم فهو إعطاء قيمة للشيء فقط بدون تصحيحه وتعديله. فكلمة تقويم هي أشمل وأعم من التقييم، حيث لا يقف التقويم عند حد بيان قيمة شيء ما، بل لابد كذلك من محاولة إصلاحه وتعديله بعد الحكم عليه. أما حينما نتحدث عن التقويم التربوي فهو عملية لا تتوقف عند الحكم على المستوى التعليمي للمتعلم، بل تساعد كذلك في تصحيح مسار الممارسة التربوية برمتها والرفع من جودتها. أما الآن فسنتحدث عن أشكال التقويم التربوي ووظائفه. هناك التقويم التشخيصي، ويكون بداية السنة أو بداية دورة دراسية أو بداية الدرس، وتتمثل وظائفه في وظيفة تشخيصية، وظيفة توقعية، وظيفة توجيهية. ونجد كذلك التقويم التكويني المرحلي، يتم فيه قياس مستوى تقدم التلاميذ في تعلماتهم وتصحيح مسار العملية التعليمية. بالنسبة لوظائفه، هناك وظيفة الضبط، وظيفة الإنتاج، ووظيفة التعديل. التقويم النهائي الإجمالي، هذا التقويم يكون نهاية السنة، نهاية الدرس، ويتم فيه تحديد الفارق بين الأهداف والنتائج. أما وظائفه فهناك وظيفة الفحص، وظيفة التواصل، وظيفة الإشهاد. إذن هذا كل شيء فيما يخص هذا الفيديو الذي خصصناه للحديث عن التقويم التربوي. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم قليلا، وأتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.